في مؤشر على جهود الحكومة للحد من مشكلة البطالة، أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية انخفاض معدل البطالة للربع الرابع من عام 2019 ليصل إلى 8% من إجمالي قوة العمل، مقارنة بنسبة 8.9% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وأشارت وزارة التخطيط إلى ارتفاع حجم قوة العمل إلى نحو 28,900,000 فرد بنسبة زيادة بلغت 1.19% مقابل 28,400,000 فرد خلال عام 2018. وأكدت الوزارة ارتفاع معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي للمرة الأولى منذ 3 سنوات بنحو 43.4% من إجمالي قوة العمل، مع زيادة مساهمة الإناث إلى 16.4%. وتعد أنشطة الزراعة وصيد الأسماك وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة من الأنشطة الاقتصادية التي اكتذبت أكبر نسبة من الداخلين إلى سوق العمل. وأرجع خبراء انخفاض معدل البطالة إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن تدشين المشروعات القومية الكبرى، ما يوفر فرص عمل للشباب. كما أرجع البعض ذلك إلى جهود الدولة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأكدوا أن انخفاض معدل البطالة يسهم في تعظيم الاستفادة من المورد البشري في رفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل القومي ومعدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن المساهمة في تحقيق مستويات مرتفعة من التشغيل وخلق وظائف جديدة أمام الشباب. حقيقة وإن كان مدخلنا الخبري في هذا اللقاء هو الانخفاض في معدلات البطالة والارتفاع في قوة العمل في المقابل، لكن عايزين نوسع دايرة أكبر، لأن في ملامح كثيرة وعادة ومؤشرات إيجابية بالحراك النسبي اللي حصل اللي أودى بنا إلى هذه الأرقام. نتوقف عند هذه الأرقام ودلالتها بالنسبة للاقتصاد المصري اللي بيسير بخطى ثابتة شيئا فشيئا نحو الإصلاح والتحسن، ارتقاء إلى تحقيق تطلعاتنا المرجوة على هذا الصعيد، ونتكلم عن معدلات الفقر وربما كثير من محاور أخرى وثيقة الصلة بهذا المشهد الاقتصادي الواعد بشكل كبير في مصر في الفترة الأخيرة. معي ومعكم في هذا اللقاء وبوجه لي تحية كبيرة الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم. أهلا بحضرتك أستاذ إلهام. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، سعداء بوجودك معنا. سلام يا فندم، ربنا يخليك. لما نتكلم عن الإعلانات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرا من مؤشرات البطالة في الربع الرابع من العام المنتهي 2019، ويعني ارتفاعات ممكن نقول إن هي نسبية تقريبا، يعني ممكن نقول إن هي وصلت ل من 1.5 ل 2% إذا صح الرقم اللي موجود في المتابعة. ده بالنسبة لحضرتك إيه دلالاته وإيه الرسالة اللي بيحملها، وإلى أي مدى دليل على أننا بنسير في الاتجاه الصحيح اقتصاديا في مصر؟ هو طبعا أنا هبدأ من الجزء الأخراني، يعني إحنا بنسير في الطريق الصحيح ولا لأ. يعني دلالات محلية قومية ودلالات إقليمية ودلالات دولية بتقول إن مصر يعني بتسير طبعا في الطريق الصحيح. ده مش كلامي ولا كلام حتى المؤسسات الاقتصادية المصرية ولا الإقليمية، حتى المؤسسات الاقتصادية العالمية بتقول إن مصر بتسير على الطريق الصحيح. وأكبر هذه المؤسسات كان الصندوق النقدي الدولي والبنك الدولي ومعظم كبرى المؤسسات الدولية الاقتصادية بتقول هذا الكلام. مصر من أكثر الدول التي شهدت معدل في النمو الاقتصادي خلال الفترة اللي فاتت. ما نقدرش نفصل الكلام ده عن برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بدأ في 2016 وانتهى طبعا في الربع الأخير من 2019، وده كان له مجموعة من الأهداف أعتقد أن كلها قد تحققت، وكانت المشكلة الأساسية هو كانت في أرقام موجودة بتدل على هذا التقدم، ولكن القضية كان في إحساس المواطن العادي بهذا التقدم ولا لا. لكن كانت في الحقيقة أنه كان المواطن كان بيشكو، وبعدين لما الوضع بدأ يعني يتحسن إلى شيء ما بدأ المواطن ما بيتكلمش. يعني المفروض كان لما بدأ يشعر بهذا التحسن كان يفضل يقول. التحسن ده بيقول إن مصر يعني من أكبر 15 دولة في العالم من حيث ارتفاع معدلات النمو الصناعي والنمو الاقتصادي على وجه التحديد. النمو الاقتصادي مصر
يعني وصلت إلى 5.6 في 2019، والمفروض أن احنا في 2020 هنوصل إلى 6.1%، وده معدل يعني نمو مناسب جدا في ضوء التغيرات الاقتصادية العالمية، مش حتى كمان الظروف المحلية اللي بتشوفها مصر في أزمات دولية زي مثلا كورونا دلوقتي، زي معدلات الإرهاب كمان ضيفي إلى كورونا والأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية، التحديات الأمنية، ضيفي كمان التحدي الأمني، وده طبعا جهد لا يمكن إغفاله. تجهيز الجيش المصري اللي هو طبعا بقى الحمد لله كنا من 11 ل 10 11 ترتيب 11 جيش على مستوى العالم، ثم 10، ثم السنه بنتكلم على الترتيب التاسع على مستوى العالم، فاق يعني معظم الجيوش الموجوده على الشرق الاوسط وخد ترتيب كبير. فانا كمان بشتغل على تجهيز الجيش المصري، وده لا يمكن اغفاله. ازمات اقليميه زي ازمه سد النهضه، ودي ازمات كبيره بتواجه الدوله المصريه، بالرغم من ذلك مصر حققت نمو اقتصادي وصل الى 5.6%، وقلت مستهدف السنه دي ان شاء الله نوصل الى 6.1%. بيتكلم كمان عن مؤشر كنا محتاجين نتكلم فيه، وهو معدل النمو الصناعي. وطبعا احنا كان الاقتصاد المصري كان اكتر حاجه يعني في الدلالات الاقتصاديه هو العائد من الاتصالات، ثم العائد في الاستخراجات، ثم العائد في التشييد والبناء، ثم الزراعه، ثم خدمات التعليم والصحه. ده ترتيب المساهمات، لكن كان بيغيب عن مساهمه النمو الصناعه في الاقتصاد المصري اللي هي بدات وصلت الان بيساهم في الاقتصاد الكلي طبعا النمو الصناعي بحوالي 17.7%، ده اسهامات قطاع الصناعه في الاقتصاد الكلي. طبعا ده كان قليل جدا، احنا بنتكلم عن 5.6%، وطبعا ده عايز اقول لو احنا اقارنه بالستينيات ضعيف جدا، لكن مصر مستهدفه في 2020 تصل الى 8% معدل النمو الصناعي، مستهدف على 2022 ان احنا معدل النمو الصناعي يوصل الى 11%. ولما اقول معدل النمو الصناعي يعني تشغيل عدد اكبر من المصريين في منتجات او بالنسبه او في سلع او في ارتفاع معدلات التصدير، اشباع احتياجات محليه، حد من معدلات البطاله، يعني كل يعني ارتفاع معدل النمو الصناعي هيؤثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد الكلي بشكل عام، وهيؤثر وهيكون له مردود اجتماعي على المواطن العادي. لانه انا لما بتكلم عن معظم العاملين في الدوله بيشتغلوا مثلا في القطاع الحكومي، وبعد كده في القطاع العام، ثم اقل حاجه في القطاع الخاص. لا، انا عايز القطاع الخاص او نسبه العاملين في القطاع الخاص يبقوا اكتر بكتير جدا من العاملين في الدولاب الحكومي. ده مستهدف بالنسبه لنا على المدى البعيد، ربما في 2030 تصبح القوه المصريه العامله في القطاع الخاص اكبر بكثير جدا من القطاع الحكومي، وده هيكون ليه مردود كبير جدا على المواطن المصري. لكن احنا طبعا لحد دلوقتي في خلل في نظام التشغيل الموجود في مصر، ما زال المواطن في تغير دلوقتي، انه بدا يتغير عن الفكر الحكومي. بدل ما كنا نقول ان احنا وفرنا مثلا 5000 وظيفة، كنا بنتكلم لما اقول ان الدولة بتوفر 5000 وظيفة، فالمواطن على طول بيروح انه هيعينه في التربية والتعليم، هيعينه في الصحة، هيعينه في الكهرباء. لا، انا دلوقتي هوفر وظائف من خلال مصانع جديدة، تجمعات صناعية جديدة، زي ما قلت قطاع الاتصالات، قطاع الاستخراجات، قطاع التشييد والبناء، عائد التعليم والصحة 3.3% ضعيف، محتاجين احنا نقوي عائد الخدمات الاجتماعيه المقدمه ده زي الصحه والتعليم، ان يكون عائد اكبر، يعني مصر ما تبقاش. جميل جدا ان حضرتك اتكلمت عن القطاعين دول، الصحه والتعليم، لان الخلل اللي حضرتك بتتكلم عنه يا دكتور ممكن يكون مش بس بيعزى لملامح اقتصاديه، لكن لملامح اخرى قد يتبادر للذهن الوهله الاولى ان هي ما لهاش دعوه بالاقتصاد، لكن هي وثيقه الصله بالاقتصاد، زي التعليم والصحه وتطوير التشريعات والقوانين. واحنا حي عندنا من ضمن المشاكل الطاحنه الروتين والبيروقراطيه، اللي بالتاكيد من خلال ايضا التعديل في كثير من القوانين اثرت ايجابا على المناخ العام. هو دلوقتي في تطوير في قطاع التعليم العالي يعني بشكل كبير، واعتقد انه دلوقتي تعالى تعلم في مصر، الدعوه التي اطلقتها وزاره التعليم العالي تعالى تعلم في مصر. مصر كمان في ازمه الكورونا يعني حققت يعني واضح جدا على مستوى العالم ان في انجازات كبيره عاملاها وزاره الصحه في هذا الكلام. ده هيدي ان خبرات مصر في مواجهه الازمات هيتم تصدير هذه الخبرات بفلوس طبعا للدول الثانيه. النهارده لما اقول ان وزيره الصحه رايحه الصين علشان
مصر تساعد الصين في مواجهة الأزمة بتاعتها. احنا في تطور كبير جدا. لما اقول ان انا عندي جامعات تكنولوجية دلوقتي في العالم الناس بتيجي تدرس عندي، يبقى ده تقدم كبير جدا. لما اقول ان مصر دلوقتي من خلال جامعة زي جامعة المنصورة ان انا في ناس بتيجي تدرس من بره الطب يعني في مصر، تمام، ان اكبر مراكز للكلى ابحاث الكلى على مستوى العالم عندي في محافظة من محافظات مصر، اكبر مراكز لزراعة الكبد على مستوى العالم موجودة طبعاً. موجودة في مصر. أنا يعني ده كله بيمثل أثار إيجابية وعائد على الاقتصاد الكلي. هو بس أنا مش هتكلم بس إن أنا لازم أنتج سلع، لا طبعاً. أنا دلوقتي بنتج مثلاً سلع الملابس المصرية وقطاع الملابس ده اللي بيسموه دلوقتي الحصان الأسود، وخاصة يعني بيصدر لأكتوبر ده اللي بيصدر لأفريقيا. يعني هذا التصدير الذي يصدر إلى أفريقيا، وإن مصر في التشييد والبناء والبتروكيماويات وقطاع الملابس من أكبر القطاعات اللي هي لها رواج داخل السوق الأفريقي. مصر قطاع السياحة، يعني لما أقول إن أنا عاد قطاع السياحة رغم كل هذه الأزمات بقوة إلى مصر في ظل هذه الأزمات، العائد بتاعه بيرتفع بمعدل 28.4% معدل النمو في قطاع السياحة. بس قطاع السياحة يجيب لي سنوياً 12.8 مليار دولار عائد السياحة بس في مصر. ده قطاع خدمي بدأ إنه قطاع استثماري بدأت العملية إنها تزيد. لكن الكلام يعني يكون أوضح. التزامن كمان يا دكتور مع المشروعات التنموية العملاقة، الحقيقة حتى لما بتكون في مجال معين لما بنشوف العنوان هي بتخرج خارج حدودها، بترقى إلى إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، وده رافد رئيسي بيغذي هو بالتوازي. هو بالتوازي احنا كنا بنعمل طرق وبنعمل مثلا اول قطاع الطاقه معدل النمو بتاعه معدل 50%. يعني انا دلوقتي بصدر طاقه، انا كنت في 2013 لحد 2014 كنت بستورد، تمام، كان عندي ازمه في الطاقه. دلوقتي معدل النمو في هذا القطاع بس وصل الى 50% قطاع الطاقه وحده. فانت دلوقتي بقيت حتى في الاحتياط النقدي، احنا الاحتياط النقدي تجاوز 45 مليار دولار. احنا اكبر من اكبر 15 دولة من حيث الاحتياط النقدي، احنا خامس دولة عربية من حيث الاحتياط النقدي، فاتتنا بس السعودية والامارات وقطر اعتقد، وبعدها مصر، وبعدين الجزائر والمغرب وتونس والكويت بعدينا. يعني احنا سبقنا، تمام، دول كتير جدا من حيث الاحتياط، من حيث الاحتياط النقدي. خامس دولة عربية من حيث حجم الاحتياط النقدي، معدل الاحتياط النقدي بيزيد بشكل كبير جدا. مصر حسب التقارير الدولية انها من المصنفة يعني انها من اكثر 12 دولة جاذبة للسياحة على مستوى العالم، من افضل 20 دولة من حيث معدل الاستثمار. احنا في تقدم كبير جدا، ودايما لما اقول تقدم لازم اذكر هذه الازمات. القضيه بس الواحده اللي انا متهيألي طبعا صناع القرار التفتوا ليها هو وجود سياسه عامه لمواجهه الفقر، لان انا دلوقتي بعمل نمو بس معدل الفقر بيزيد بمعدل 1.7% سنويا بالرغم من تراجع معدل البطاله، لانه معظم الاشغال بيكون العائد من العمل كان اقل من الاحتياجات الاساسيه للمواطن، وبالتالي معدل الفقر بيزيد. لكن لما ينمو معدل الصناعه، ده هيكون العائد بتاعه دايما اكبر على المواطن، وبالتالي هو اللي هيؤثر بشكل كبير على معدل الفقر. ده يرجعنا لو حضرتك تسمح لي يا دكتور صلاح. اتفضلي. فندم احنا بنتكلم دلوقتي عن تحسن نسبي في مؤشرات البطاله. نعم. ايه مفهوم البطاله من الاساس؟ لان في خلاف حوالين المفهوم نفسه، لان البطاله هي ليست فقط ان اشخاص لا يجدون عمل، ربما في وظائف لا ترى من ترقى مواصفاته لكي يشغل هذه الوظيفة، أو بقول آخر في خلل أو عدم اتساق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. أنا هجاوب على السؤال ده وعندي بس حاجة كنت عايز أناقشها من حضرتك في البرنامج ده. هو طبعا معدل البطالة عندي عاطل وعندي متعطل عن العمل. هي الفكرة العاطل ده حد ما عندوش قدرات يعني خالص بالرغم من وجود فرصة عمل موجودة قدامه. أما متعطل عن العمل واحد عنده قدرات كبيرة ولكن مش لاقي فرصة العمل دي. يبقى أنا عندي فرص عمل محتاجة عامل والعامل مش موجود بقدرات معينة، وعندي قدرات معينة موجودة بس مش لاقي فرصة الوظيفة اللي تتناسب مع فرصة العمل الموجودة. للأسف في مصر موجود الاثنين، يعني ده موجود وده موجود. أنا عندي معظم المصانع لما عملنا دراسة عليها لقينا معظم المصانع قفلت، كان لسببين في 2013 كنا بنتكلم عن يعني دلوقتي بنتكلم عن أكتر من 5000 مصنع كان يعني كان متعطل، اللي هو الرئيس يمكن يعني من خلال مبادرة الرئيس اللي هو رفع الفوائد والديون على المصانع أكتر من 5800 مصنع
خلال الاسبوع الماضي، وقبلها طبعا وقبلها طبعا مبادره البنك المركزي. كنا بنتكلم كانت المشكله الاساسيه اللي موجوده هي المرافق، مشكله في الطاقه والمرافق وعدم وجود عماله متدربه. احنا دلوقتي عملنا الاكاديميه الوطنيه لتدريب الشباب، المصانع فيها مراكز للتدريب، بدات مصانع التكوين مين تشتغل بحيث ان انا ادرب عامل مصري منتج قادر على العمل داخل مصر يلبي احتياجات سوق العمل في مصر وعلى مستوى الاقليمي وعلى مستوى دولي. مش عايز اقول لك ان بعض دول العالم زي بريطانيا بتاخد من اطباء دلوقتي، يعني احنا دلوقتي بنصدر صيدله وبنصدر اطباء الى الدول الاجنبيه اللي موجوده عندهم عجز، وبدا الاعتراف بالطبيب المصري، فبداوا يطلب دلوقتي العامل المصري في الكثير جدا من الدول لانه بيمتلك الخبره والقدره التي تميزه بشكل كبير. اذا كلمه السر في الاستثمار بالقدر الاوفى في البشر، وذلك ما فطنت اليه القياده المصريه من خلال الاء مساحه كبيره جدا من الاهتمام للعنوان الاكبر. هي شغاله على الكل، بناء الانسان المصري. هو القياده السياسيه شغاله على الكل. هي احنا اشتغلنا بنيه تحتيه عشان نقدر ننشئ مصانع وتجمعات صناعيه. احنا دلوقتي انشانا اكثر من 14 تجمع صناعي، في مستهدف ان احنا نوصل الى حوالي حاجه 40 تجمع. انا بتكلم على الطاقه البشريه بقى، الارتقاء بقدرات الطاقه البشريه. هتشتغل على الاثنين. حضرتك مش هتقدري تنشئي مصنع بدون عماله متدربه طبعا. ولا عماله متدربه من غير مصنع. ما دي يعني المتدرب ده اللي عنده قدره وعنده طاقه على العمل ومش شغال، ده قنبله موقوته بالنسبه للبلد هينفجر فيها. لكن انا محتاج ان انا اربط الاثنين مع بعض، ما بين الفرص والموارد والبشر. صحيح. تمام، ان لازم منظومه متكامله، المنظومه دي تبقى متكامله. اعتقد انه رئاسة يعني القيادة السياسية، وعندنا طبعا رئيس وزراء يعني شباب ومتميز ومتابع. أعتقد بأن القيادة السياسية مع رئاسة الوزراء مع بعض القيادات الحكومية الموجودة بدأوا يعملوا يعني منظومة تقدر تتعامل مع مشكلة البطالة. أنا عايز بس أتكلم عن فكرة سياسة مواجهة الفقر في مصر، ودي منظومة احنا عندنا عشان نحد مشكلة الفقر في مصر. أنا بنسميها حاجة إن إما الدولة تنظر إلى المواطن على أنه بهلوان، يعني لازم الدولة تنظر إلى المواطن على أنه بهلوان. عارف البهلوان اللي هو دايما بيشتغل في السلك ده اللي هو بيسموه الحاوي أو البهلوان الموجود في السلك بيعمل كل حاجة، اللي هو بيطلع، لا اللي بيطلع يتنطط وبعدين بيطلع على حبال كبيرة جدا ممكن يقع. إذا كان متوقع أنه يقع فبيعملوا له شبكة معينة لسه مش مدرب علشان تقدر تحميه تأمله لو هو يقع. وبالتالي بيعمل شبكة حماية اجتماعية مؤقتة بالنسبة للعامل المحتمل أنه يقع. طب إذا كانت العامل ده كل ما بيطلع بيقع، يبقى نعمل شبكة مؤقتة ولا شبكة دائمة؟ حضرتك تتكلم عن مظلة حمائية دائمة. إذا كان معدل الفقر بيزيد بانتظام، فمعنى ذلك أنه ما فيش سياسة حقيقية واقعية موجودة، وبالتالي أنه معدل الفقر بيزيد. لكن لو كان معدل الفقر عادي بيقل بس فترات معينة استثنائية بيقع، يبقى أنا بعمل شبكة حماية اجتماعية للطوارئ تقدر تتدخل في الوقت المناسب. شبكة الحماية لمن يعمل أم لمن لا يعمل؟ للمنطلق أن يكون في ما يصطلح عليه بإعانات البطالة، يعني معمول بيه ربما في بعض الدول. لا يا فندم، يعني لازم ده أنا أشتغل على الاثنين، أنه العامل يفضل مؤمن طول الوقت بحيث يبقى فرص العمل موجودة ودائمة ومستمرة، هو الأمان الوظيفي مع طبعا دخل يتناسب مع احتياجاته اليومية والمعيشية الموجودة، وفي نفس الوقت أنه لو ما عندوش وظيفة طول الوقت اوفر له هذه الفرص. يعني ما ينفعش ابدا اشتغل على جانب واحد بس او تبقى الحكومه يعني قطبيه. انا شايف انه الدوله المصريه الان لابد ان تتبنى سياسه دائمه للحمايه الاجتماعيه، لانه معدل الفقر بيزيد بشكل طبيعي يعني من سنوات طويله. انا هقول لما يقل معدل الفقر عن 1.7% اقول ان مصر بدات تتبع سياسات حقيقيه لانخفاض معدلات الفقر. لكن معدل البطاله بيقل ومعدل الفقر بيزيد. انت اتكلمتي عن معدل الفقر في 2015 كان حوالي 27.8%، انت بتتكلمي في 2019 الى 32.4%. لو جيت حسبت السنوات هتلاقي معدل الفقر حتى قبل 2015 بيزيد ب 1.7%. انا ثبته، المفروض المرحله الجايه انه يقل. طب لو ما قلش، معنى ذلك ان انا ما عنديش سياسه واضحه جدا لمواجهه الفقر. انا محتاج ان انا اتعامل مع المواطن المصري على انه بهلوان. طرح مهم وليه جدوى اقتصاديه كبيره جدا يا دكتور. لكن يعني قد يقول قائل دكتور صلاح ان ربما يعني ده هيكون مناسب في مرحلة لاحقة لأن الدولة في هذه المرحلة مثقلة. بالعكس اللي أنا بقوله ده أنه هيقي مصر وأهلها للمرحلة القادمة. أنا لما تبنى سياسة أعرف مشكلتي فين، الداء فين، أفضل أخطط دلوقتي. أنا بدل ما بتجيني أي مبادرة كل يوم بسمع مبادرات، طب بتحصل مبادرات دي منبثقة من سياسة عامة ولا من ذهني مسؤول؟
للاسف انها اللي انا شايفه انها ممكن تحدث من ذهن مسؤول عشان ياخد لقطه معينه، لكن انا لو عندي سياسه عامه للدوله انا بقول بتكلم عن نظم للحمايه الاجتماعيه موجوده في مصر، دعم نظم للحمايه الاجتماعيه، هذه النظم تتضمن سياسات والسياسات تتضمن برامج ومشروعات موجوده على ارض الواقع. انا لما يكون عندي سياسه عامه حتى لو غيرت المسؤول هيجي يطبق هذا الكلام موجود، يعني هياخد هذا الكلام ويبني عليه، لكن فكره انه بيخضع الى مبادرات فرديه ثم مبادرات تموت دون أن أقيس العائد منها وبكلف الدولة كتير. إحنا محتاجين نعمل دعم لنظم الحماية الاجتماعية على أن الفقر عندنا مشكلة دائمة وليست مؤقتة. خدي بالك أنا لازم أتعامل مع مشكلة الفقر على أنها مشكلة دائمة. أنا لما أقيس معدل الفقر سنة 54 كان 27% من سكان مصر فقراء، أنا النهاردة بتكلم عن 32%، يبقى إذن أنا مشكلة الفقر عندي مرض مزمن لازم أتعامل معه على أنه مشكلة مزمنة، وبالتالي لما أعمل نظم للحماية الاجتماعية لابد أن تكون نظم مش للطوارئ، لا نظم لأني مرض موجود لازم أتعامل معه وكل يوم بينتج لي فقراء جدد. دايما أقول لك إعادة إنتاج الفقر، أنا بأنتج الفقر. وزي ما حضرتك بتقول كمان الفقر مؤرق على الأقل كمان من منطلق مش بس أنه ظاهرة عالمية، لكن إن هو بيلتهم الزيادات النسبية اللي بتحصل في المؤشرات الاقتصادية. إحنا نجحنا في تثبيت إحنا نجحنا في تثبيته مع ارتفاع معدلات النمو السكاني، مش قادرين نحس بيه، لأني أنا بزيد معدل النمو السكاني بيزيد، معدل الفقر كمان بيزيد، أنا محتاج بتعامل مع ببرامج كلها برامج لي بسمونا عليك سريع جدا. اسف ما قطعت حضرتك لكن عايز استثمر تواجدك معانا. انا عايز وظائف ذات طبيعه خاصه يمكن في اشاره الى الصناعات التحويليه من منطلق انتاجيتها الاكبر والاستدامه ايضا اللي بتخليها يمكن متفوقه على نظيرتها من وظائف اخرى. في جمله اخيره، هي طبعا جايبه هو طبعا احنا زي ما قلت ان هو بيساهم قطاع الاستخراجات والصناعات التحويليه يعني ثاني اكبر مساهمه في الاقتصاد المصري وزياده الناتج المحلي كبير، واعتقد ان احنا عندنا ازمات فيه لكن شغالين بشكل كبير. الحاجه الثانيه اللي كان يجب حضرتك هو المشروعات الصغيره، يعني وانا عايز الفت النظر برضو للمشروعات الصغيره، وكنت بتكلم مع دكتور خالد قاسم يعني مساعد وزير التنميه المحليه واتفقنا على انه المشروعات الصغيره في مصر هي يعني لها اكثر من اب وليس اب واحد، كل وزاره من الوزارات بتمارس مشروعات انتاجيه صغيره، وللاسف انه كل جهة من الجهات واخدة سياسة مستقلة، في سياسة عامة للمشروعات الصغيرة بحيث ان انا الاقي هنا 5% 7% 12%. انا عايز محتاجين توحيد الاب بالنسبة للمشروعات الصغيرة اعتقد ربما ينجح دلوقتي. انا عارف ان الموضوع مهم جدا الموضوع كبير بس احنا خلينا نركز بطلبين. المطلب الاولاني هو وجود سياسة عامة للحماية الاجتماعية الموجودة في مصر وان هذه المشروعات والمبادرات تنبثق من هذه السياسة العامة. الحاجة الثانية في لقاء قريب جدا عنوانه الرئيسي المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر ودورها فعلا في الدفع قدما بشكل مهم بس تم خلال توحيد الاب الشرعي لهذه المشروعات يبقى سياسة عامة تنبثق منها وكل الوزارات تشتغل فيها وان الحماية الاجتماعية تبقى دائمة وليست طارئة. دول اهم حاجتين انا حابة اركز في الحلقة دي. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور صلاح هاشم استاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، شرفتنا يا فندم. شو استاذ ريهام جزيل الكرام، بشكر حضراتكم حسن المتابعة. ختام لقائنا معكم النهاردة في من القاهرة، لكن بالتأكيد متابعتنا تتواصل معكم على شاشة قناة النيل للأخبار، وبعد قليل حتابعوا معنا جولة صحفية بصحبة الزميلة ليلى عمر. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.